السلام عليكم حبيباتي، اليوم مع وصفات مطبخ دليلة ديزات نشارك معكم وصفة أسرع طريقة العمل فطائر بعجينة قطنية بدون لحوم. ابقوا معي حتى آخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا حبيباتي القناة ما تنسوش تخليوا لي لايك فضلا وليس أمرا، والكومنتر والبرتاج. وهنا حبيباتي جبت لكم اليوم أسرع طريقة لعمل فطائر بعجينة قطنية بدون لحوم. بسم الله، نعطيكم المقادير. عندنا كاس ونص تاع الماء، كاس وثلث تاع الكاس تاع الماء دافي، وكاس تاع لاتاي تاع زيت الزيتون، تحبوا ديروا زيت المائدة عادي. عندي مغرفة تاع قهوة حليب تاع الملح، وعندي مغرفة تاع قهوة حليب تاع السكر ماشي معمرة، ومغرفة تاع العشاء تاع الخميرة تاع الخبز. بطبيعة الحال عندنا الفارينة، أنا استعملت هذه، وتلقاو في صندوق الوصف بالجراماج. بسم الله على بركة الله. جبت الوعاء تاعي نفرغ فيها الماء، يكون ماشي سخون بزاف، باسكو دوكا سخانة شنو تجيكم قرصة هاد الفطائر تاعكم، تحنقلكم بيتزا. نزيد السكر تاعي، ونزيد الخميرة تاع الخبز، قلت لكم غرفة تاع العشاء. نخلط بالفوي باش نفتح هذيك الخميرة باش تتجانس مع هذاك الماء مع هذاك السكر، يعني سهلة مع هاد السخانة. هذا ما يليق، نقدروا نديروا هذه مع السلطة يعني فاريي، ولا نغدر يعني تكفي، ومن داك ناكلو غير هذه، كل واحد كيفاش. دوكا واش حنزيد؟ حنزيد هذاك الكاس تاع لاتاي تاع زيت الزيتون، نخلطو ثاني. خلطنا قبل الفتره الاولانيه هذيك الخميره مع الماء باش تتخلط لنا، دوك نزيد هذاك الزيت الزيتون ولا زيت عادي. دوك نحي هذا الفوي ما نستعملوش، دوك نعبر لكم ثاني واش حندير. حندير كاس هكا تاع فارينه، كاس ونص تاع فارينه. نجيب هاد لاماريز ولا هاد سباتولا تكون شويه يعني صحيحه ما تنحلكمش. نخلط هاد الفرينه مع السوائل، سمحوا لي نزيد النص واحد اخر، ما ديروا جوج كيسان هايليك توجو بهذاك الكيلو اللي حطيته قدامي. كي نخلط هكا نشد لاماريس تاعي ولا مغرفه تاع الحطب واش عندكم، نبدا نديرها هكا. هذه يعني السر تاع الدليكه، شوفوها دقيقه برك وانا نخلط هكا. شوفوا كيفاش راني شدتها، ولا ما عندكمش لاماريس ديروا مغرفه تاع الحطب مده دقيقه وانا نخلط هكا. شوف كي نخلطو حنديرو مطلع هكذا غير بالمغرفه، ما نستعملوش يدينا هكذا باش تجيكم هذه السر، باش تجيكم قطنيه هاد الفطائر هكذا مدة دقيقة. وانا ندير غير هكا حتى ونتولي لكم لاباط هذه ملساء. بعد دقيقة وهذاك الكاس اللي راني نخدم به يعني شحال يرفد لي 220 ملي، هذاك الكاس راني نخدم به مولفة دايما بهذاك الكاس. شوفوا كيفاش جاتنا ملساء وعندها الخيوط، هذا السر من الاسرار باش تجيكم قطنية. دوك نزيد الملح تاعي، مغرفة تاع قهوة حليب خاطرش فيه فرماج من بعد، سينو تاني تجيكم مالحة. ونكمل دوكا الفارينة، وشنو دوكا نخلط قبل هاد الملح هايليك هاكدا. شوفو شحال هايلة، نجي غير خفاف، الله الله راهي منبلة واش نقولكم. ها دوك نكمل، بسم الله نكمل الفارينة ونستعمل يدي باش نشوف القوام اللي حبيتو. هاي
نحي هاد لاماريس ونبدا بسم الله نستعمل يدي هكا. دوكا غير نجمعو هذاك اللي درناه دقيقه شغل كي اللي دليك وهو ماشي يعني ماشي واعر غير تخبطوه برك هو يعني يدلك لكم تجيكم خفيفه قطنيه ولا اروع. هكذا نبدا نجمع بالفرينه حتى نطمها. شوفوا كيفاش تجيكم لاباط هكا شويه تلاصق عادي. دوك حندير شويه زيت الزيتون ولا زيت المائده يعني باش نجنب ما تلاصقش. هكذا شويه برك باش برك نحيوها ما تلاصقش في يدينا. تجيكم لاباط شوفوا ما شاء الله خفيفه وهايلة. انا دات لي شوفوا من الكيلو قولي هنا 600 غرام دات لي غير 400 غرام تاع فرينه. دوك نغطيها وندوزو الحشوه ماشي الحشوه يعني واش حنديرو من الفوقه. هنا واش عندي في التكتوكه تاعي يعني قلت لكم بدون لحم هذه ما حاش نحشيوها حنحطوها من الفوق كيما بيتزا. بيتزا برك يديروا لها طوماطيش هذه حنديرهم فطائر يعني نديرها بالتكتوكه. عندي حبه بصله صغيره نيشانوت دوك البصلات الصغار. عندي حبه طرشي خضراء وحبه طرشي حمراء يعني من هذوك الصغار ما ديروش كبار باسكو ما حاش نديرو بزاف. دوكا وزدتاني زوج مغارف تاع العشاء تاع زيت الزيتون ندوزو نطيبوهم. دوكا غير بدات تكتك نخلطهم. كي نخلطهم ما حاش نديرهم الملح دركا حتى وين نشوفهم نقولش عندهم حافه وما نقتلهمش نخليهم هكا على النار قويه. نقتلهم برك باش نحكي نهضر معاكم شويه وهادو كي نطيبوهم حنديرهم نص طياب ما حاش يطيبوه كيما تشوفوا كيدبالوا ياك. هكا حبوبات قلبي نطيبهم غير نص طياب يكونوا شويه مازالهم كروستيوم قرمشين شويه كيبداو قريب يعني نص طياب باش ندير لهم الملح ما نديروش التوابل حبيت نخلي هذيك الذوق تاع التكتوكه. هاولي كيفاش قلت لكم نص طياب ما درتلوش الملح. دوكا حنطفي عليه راني طفيت هاولي الفرن. دوك حنملح ملح نتوما على حسابكم انا ما ننساوش بلي كاين فروماج رابي مهما يكون ما تملحوش بزاف بزاف ديروا حسابكم كاين فروماج. دوكا غير نخلطو ونخليه يبرد. هنا عندي فرماج شيدار وعندي موتزاريلا حندير شويه منها وشويه منها ونخلي لكم في صندوق الوصف شحال غراماج اللي درت ما حاش نديرو كاع ندير غير شويه نربي غير شويه هكا الخشيط ندير غير نص تاعو باسكو حندير شويه ثاني موتزاريلا. وهذا نقطعوه بالموس يعني ما حاش نرابيه ولا رابيوه كيما حبيتو. هنا بعد ما خمرت لي ربع ساعه ونوري لكم التكتوكه تاعي سمحوا لي كي طيبوها كي تملحوا لها يعني علاش طيبناها بلا الملح باش ما تطلقناش الماء. حنا ما نسحقوش في هذوك الفطائر يكونوا فيهم الماء. شوفوا مكاش انا غير ملحت لها يعني طفيت لها الملح بليتو طفيت لها الفرن سمحوا لي. هاي ليك طيب لكم النص طياب مازالو مقرمش شويه باسكو حيزيد يطيبو ثاني هاد الفطائر في الفرن صافي تجيكم معتدل. شوفوا بعد ربع ساعه خمرت ما شاء الله. دوك نستعين شويه تاع زيت الزيتون واني شعلت الفرن تاعي كي بديت نطيب التكتوكه تاعي اللي شعلتو على 180 درجه. شوفوا ما شاء الله لاباط تاعها هايله خفيفه رطبه. دوك نقسمها دوك نقسم العجينه تاعي واني جبت السنيوات تاعي حطيت لهم بابي كويسون وزدت له دهنتو بالزيت زيت المائده اللي دهنته علاش باش ما تلاصقليش لاباط وتجيني حميمره من التحت. دوك نقسم هاد لاباط تاعي ندير لها هكذا نقسمها على زوج. قبل حبيتوهم صغار حبيتوهم كبار هذا اختياري يرجع لكم.
انا نقسمهم على 8، يعني في هذه ندير 4 ومن الثاني ندير 4، صافي 8. حبيتوا ديروهم صغار بزاف زعما كيكونوا هكا لي زانيفيرسير بلا ما نوزنهم، كونوا هكا لي زانيفيرسير ولا يعني تحطوهم مع الكازوز هايلين كيكونوا هكا شويه صغار. انا ندير لهم هكذا، شوفوا ندير لهم هكا ولا جمعوهم هكذا بيديكم هايلك هكذا، ونحطهم في السنيوات تاعي حتى نكملهم كاع. هنا نبلاطيهم شويه برك، ما نخليوهمش بزاف رقاق. هكا درت يدي شويه في هذا الزيت هكذا، نبسطهم شويه هكذا قد هذوك الطباسه تاع قهوه حليب، يعني باش تفهموا خاطرش كنديروهم بزاف رقاق ما يجيوش شويه يعني فيهم هكا ملحمين شويه، لازم يكونوا شويه ملحمين. هنا جبت صفار بيض خلطته بشويه ماء، دوك ندهنهم هكا من الفوق. وعلاش ندهنها كاع من الفوق؟ باش هكاك مام هذيك التكتوكه تلاصق لي ومام طون في لي كوتي، يعني في هاد الجوايه على الحواف باش تجيني حميمره في الفور تاعي. هكذا ندهنهم كاع هامليك. بعد ما دهنتهم دوك هذه التكتوكه تاعنا لازم ماشي واحد نعطيولو بزاف، كل واحد نعطيولو حقه. هكذا دوكا هذه تاني نقسمها على زوج وهذه على زوج، صافي كاين 8 يعني فطائر. هكذا باش كل واحد نعطيولو حقه، باسكو انا درت 8. بسم الله نستعينو بالمغرفه الاخرى، نحطو هكذا في الوسط هكذا. مام الالوان يلعبوا يعني الدوره هكذا. نزيد شويه نكمل لابار تاع هادي ديك التكتوكه واش يليق نحط هكذا، ونزيد شويه من الشيدر تاني نقسمو على 8. راني نوري لكم كيفاش راني نخدم انايا هانيك، ونزيد تاني شويه موزاريلا هكذا من الفوق. انا درت النص تاع موزاريلا ما درتوش كاع، باسكو الباكي هذا كيوزن 250 غرام، انا درت غير النص تاعو. تحبوا نتوما تزيدوا هنايا جلجلان، انا جابلي ربي حنزيد خير شويه السانوج باش تاني نلعبوا على الالوان. هكذا شويه برك ما نكثروش هكذا هكذا، كل حاجه بزاف ماشي مليحه. ونزيد حبه تاع الزيتون، هاد الزيتون انا نغسلو، كيفاش نديرو؟ نغسلو نقطرو مليح وندهنو بشويه تاع زيت الزيتون هايلك. هكذا راني نكملهم كاع انايا، غير نكملهم يعني راني نخدم فيهم ومام طون راهم يخمرو، باسكو فيديو ماشي كيف كيف كيما نخدمو وحدنا، فيديو يشد شويه الوقت. نكملهم هكا حبوباتي ونولي لعندكم كي نديرهم في الفرن. بعد ما خمروا لي 10 دقائق لو طون كملتهم، درت لهم فرماج موتزاريلا وشيدار، درت لهم تكتوكه وزدت لهم هاد الساندويتش من الفوق، يعني شدوا لي مده 10 دقائق وانا نخدم فيهم. يعني بعد 10 دقائق راني شفتهم خمروا، دوك نديرهم في الفور على 180 درجه. انا شعلت لهم غير من التحت، شعلت لهمش انا من الفوق، كي نشوفهم حمار من التحت نزيد نشعلهم من الفوق، ولا شفتهم حمارو كاع ما حاش نزيد لهم. حبيباتي رانا كملنا الفطائر تاعنا، يعني هذه الفطائر اسرع طريقه لعمل فطائر بعجينه قطنيه بدون لحوم ولا طون. شوفوا كيفاش خرجوا لي ما شاء الله خفاف، ودرنا غير 400 غرام فارينه. شوفوا كيفاش حمرتهم لتحت كي دهنوا الزيت فوق بابي كويسون، يعني يجيكم هكذا حميمرين. بعد ما خرجتهم دهنتهم هكا منا بالبانسو بزيت الزيتون، ودرت لهم شويه تاع المعدنوس، هو صحي ومن طون تاني يكاسي هذيك اللون كي نصورهم. شوفوا حبيباتي كيفاش خرجوا، نقسم لكم تشوفوا.
هايلين في هاد السخانه، هذا ما يليق عليك، ما فيهم ني اللحوم ني الطون. هايلين شوفوا ما شاء الله خفاف قطنيين وخرجوا الله يبارك، شوفوا شحال كبار. نخليكم حبيبات قلبي في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.